يقول معلمي حينما قال الله في محكم كتابه في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لم يترك شيء في السماوات والأرض إلا وأعطى مفاتيحه لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين. وهذا قول لا يشك به، إنه قول فصل، لأن الله جل وعلا شأنه أراد أن يصل بهذه الرسالة إلى عقول من يدعون العلم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن هذا الشيء هو القدرة الإلهية المطلقة. حينما أراد الله أن ينوب أو يقوم مقامه في السماوات والأرض محمدا وعلي، جعلهم أرباب علينا. واحد يقول: شو هذا العقل السخيف عزكم الله؟ يجي أبو علي يقول محمد راب وعلي راب. لا، هم أربابنا، هم ساداتنا، اذكرني عند ربك. المشكلة وين؟ تحتاج من عندنا بعد. هذا البعد يحتاج من عندنا تمعن. محمد لماذا هو الرب؟ لأن حينما قال الله للملائكة اسجدوا، وحينما قال للملائكة انبؤوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء للمذكر العاقل وغير العاقل، يا الغير عاقلين. يقينا أنتم غير عاقلين، لأنه حتى هذا حرف الإشارة واسم الإشارة للمنادى انبئوني بهؤلاء، هذا دليل على أنهم موجودين. وحينما يكونون موجودين أطاعهم الملائكة. سؤال: أنت كيف تعبد الله؟ الآن أنت تشوفني، تشوفني بأي وقت تشوفني؟ بكل الأوقات ذاتي. بس أنت إذا كنت وجودي لا تؤمن إلا بالوجود. أنا الآن موجود معك وتشوفني، الله شلون عبدته وأنت ما بتشوفه؟ أني أعبد شيء ما أشوفه، ليش؟ شو الداعي من عندك؟ ولذلك على مر العصور عبدوا الناس الأصنام. ليش عبدوا؟ لأن عقولهم كانت صغيرة منتهية، منتهية الصلاحية. هذه العقول ممكن أن يضحك عليها. الآن عندنا هاي العقول، الآن عندنا أصنام مرعبة. الأصنام المرعبة الآن حجبتنا عن الإمام الحجة ابن الحسن، وهذا يدلل على أننا ذاهبون إلى أمور لا تحمد عقباها. ليش؟ لأنه أهل البيت عليهم السلام عندهم كل شيء، أما هذه الناس ما هو الشيء الذي عندهم؟ يجون بدعة: من خالف هواه وطاع مولاه. ايه وانت ايش مدريك هذا مخالف هواه وطايع مولاه.